هاي. ساعة الإيد ضرورية عند عدد كبير من الناس لمعرفة الوقت وتنظيم نهارهم خلال اليوم. أقدم وسائل لمعرفة الوقت انوجدت بمصر القديمة عن طريق استعمال المزاول وخيلات الشمس. ساعة الجيبة انشهرت بعصر الملك هنري الثامن، وساعة الإيد اخترع باتيك فيليب سنة 1868، وانباعت ساعته المعروفة ببلاتينوم بيربيتشوال كالندر ريست ووتش ب 3,100,000 دولار سنة 2008. مين قال إنه الساعات الميكانيكية أقل دقة من الساعات اللي بتعتمد على حركة الكوارتز؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.